عمال هي العيشة ما عم تزبط معي بنو بدي عيش هيك. وانتو طول الوقت بتنتقدوني، مو عاجبكم شي بحياتي. ماما انا معك، انتو تعبتوا كتير بتربايتنا، من تأمين مصروف البيت لأكلنا ولبسنا كل هي الشغلات. بعرف تأمين كل هاد شغلة صعبة كتير، وانا مقدرة تعبكم كتير منيح واكيد ما رح انسى. اسفة ماما بس انا ماني هيك مبسوطة بحياتي. بكرة لما اكبر ما بدي اقعد اطلع لورا واندم، ما بدي احس اني قضيت حياتي وانا عم امن وجبتين اكل. يعني بدك ياني احرم حالي من اي شيء بدي اياه. وهيك ما بيعود عندكم ملاحظات على تصرفاتي. اسمعي انا بدي اعيش مشان حالي، بترجاكي. فارشا ليش عم تحكي بهي الطريقه؟ ولمين هذا الحكي اساسا؟ لا تنسي ابدا ان امك بابا وانت كمان. اسمعي فارشا، هداك اليوم وقت اللي كانت امك غلطانه وقتها كنت واقف معك، واليوم واقف معها. بتعرفي ليش؟ لاني غلطانه فارشا. انت كذبتي علينا بحجه هذا درس الكمبيوتر تبعك، ضليتي شهر عم تتاخري برات البيت. شهر كامل فيك تقولي لي وين صرفتي المصاري كلهم؟ ما بظن اني غلطانه بابا. هلا اذا صرفت شوي من راتبي على حالي بشو بيكون غلطت؟ اللي بشو بيكون غلطت؟ لازم احس حالي مثلي مثل كل هالبنات، فاهم هالشي؟ باشا بس تجوزتي حدودك كثير. ها شكلك مو عرفان بنوب شو عم تحكي. مفكره انه عم نقول لك هالحكي مشان المصاري لانك ما دفعتي راتب هالشهر؟ اذا مفكره هيك ما بدنا راتبك كله. شايف مرة تانية فهمت الموضوع غلط. هاد يلي بيصير معي كل مرة، دائما بتتهموني بشغلات انا اصلا ما فكرت فيها. لشو؟ صدقني اخي انا لليوم عم ادفع راتبي بالبيت بكامل ارادتي، بس اليوم لمرة وحدة، بس مرة، اذا صرفت مبلغ صغير على حالي. فارشو شوفي فارشو، الكل هون بده عيش مشان سعادته، والكل بده يتجاهل التقاليد اللي عايشينها والمسؤوليات، بس ما بيمشي الحال هيك ولا رح يمشي، لأنه نحن كلنا عايشين مع بعض كعائلة وحدة. لهيك لازم نعمل شوية ضبط للأمور كلنا، نحن مع بعض لازم نقدم شوية تضحيات، ولازم نتبع شوية قوانين مثل أنا وفينود عاملين شوية. يا ريت لا تجيبي كلمة ضبط على لسانك مرت أخي. إذا بدك بعدلك أعذارك كلها يلي قلتيها وبتضلي تتفهمني علينا فيها. بس أنتي ولا حدا رح يقلك شي، ولا حدا رح يفتح تمه معك. طيب هي ليش دايماً برات البيت؟ اسمعي لقلك نصيحة، لا تقولي لي أي شي، والأحسن ما تتدخلي بنوب بأموري، لأني بعرف إنك السبب ورا كل الشغلات. ولا ليش ما بدها تحكي؟ بدها تحكي وحقها تحكي. أول شي هي أكبر منك، بعدين هي مرت أخوك يعني من العيلة، يعني إذا غلطتي شي غلطة فعندها الحق إنها تخانقك وتحاسبك. وديري بالك فارشو، أصحيك تفكري تحكي بهالطريقة مرة تانية مع مانو. أخي هيك عم تحكي مع أختك؟ ليكي فارشو أنا دائما بوقف مع اللي معه حق. امبارح مانو كانت غلطانة وأنا خانقتها قدام الكل، واليوم أنت الغلطانة. بتعرفي فارشو شو مشكلتك؟ هلا وفجأة لقيتي كل عيلتك مزعوجة من تصرفاتك ومن طريقة حياتك. فارشو لازم تغيري طريقة تفكيرك. حكيك مزبوط ماما فينود. فيشاليا ما عندها مشكلة مع قوانين هالبيت، أختك ما عندها مشكلة، أنت ليش عندك مشكلة؟ لأني أنا مو مثل حدا. أنا لا فيشاليا ولا أختي جانو. خليتي أختي جانو مثلك تماما، بس أنا مو حابة أكون مثلك أبدا، ما بدي. بدي ضل محبوسة بالبيت بين أربع حيطان، بدي أمشي مع العالم، بدي أشوف شو عم يصير بالعالم، ورح أعمل كل شي بيلزم لكون هيك، إذا كان هالشي عاجبكن أو مو عاجبكن. هلا أنتو عندكن مشكلة مع كذبي ما؟ كتير منيح، من اليوم ورايح رح أقول لكل يلي بهالبيت كل شي بدي أعمله. بس أكيد رح أعمل يلي بدي إياه وما حد رح يقدر يوقفني.
وقفي. لا ما فيكي تعملي هيك، في قوانين بهالبيت والكل بده يطيعها، وانت كمان من هالبيت مشان هيك لازم تطيعيها. واذا قلت ما بدي اطيع هالقوانين شو؟ شو بتعملوا؟ ها؟ بتقلعوني من البيت؟ اختي استني. شو فايشاليا؟ ما اخذتي اكلك؟ ما بدي اياه، باكل برا اي شيء. طب يا اختي فايشو، ما في داعي تضلي تصري على اختك هيك. اذا هي مفكره انه يلي عم تعمله صح ومقتنعه فيه، فخليها تعمل يلي بدها اياه. بدك تضلي تعطيها اكل ورح تضل ترفضه، هيك بتسيئي للاكل. اختي فايشو، ما بدك تروحي على الجامعه؟ يلا روحي خلصي شغلك وجهزي حالك، روحي بابا بلا ما تتاخري. سوشنا، يعني مزبوط يلي صار امبارح ما كان صح، بس اذا ضليتوا انتوا التنتين عم تتناقروا وتتقاتلوا دائما هيك ما بتنحل المشكله ابدا. سوشنا، لازم ندير بالنا على فارشا وخصوصي بهي الفتره. والله مو عاجبتني تصرفاتها، يعني هي مو بنتنا وبنحبها كمان، لكن ليش ما عم تفهم؟ ليش كلام الناس اهم عندها؟ يعني لانه بدنا نطمن عليها وبنسالها ومهتمين فيها، لهالسبب بنطلع كلنا عايشين بهالحدود اللي عم تحكي عنها؟ لا سوشنا، القصه مو هيك. الاولاد ما بيفهموا تفكير الاب والام لحتى يصيروا هن اب وام، وقتها بس بيعرفوا. اليوم لما فارشا اجت متاخره ساعه بعد الشغل، مستحيل تقدر تفهم شو بيصير معنا بهالساعه هي، الا لحتى تصير ام عندها ولد تخاف عليه، وقتها بتفهم. شو ما كان، لازم ندير بالنا منيح على فارشا. ومن اليوم هي راحت على الشغل، هلا بدي حدا يروح ويستناها ويجيبها معه على البيت لهون. هي شغله سهله سوشنا، بس بظن بدل ما نكون كتير بدنا نحميها ونضل طول الوقت عم نراقبها، بيكون احسن اذا خليناها تحس انه نحن عم نفكر فيها وباكثر شيء هي بتحبه. امي امي، هلا حكيت مع مانو مشان هداك الطوق وعم بتقول انه ما بتعرف شيء عن الطوق. اذا هيك لكان مين بيكون بعت الطوق لجانا؟ اذا مانو مو هي اللي بعت الطوق، لكان مين اللي بعته؟ كيف الطوق صار عنده؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.